هروح للقطة وأنا بنهي بس مع الفنانة ياسمين الخيام بنت الشيخ محمود خليل الحصري. كانت بتكلمني النهارده الصبح في التليفون ومستاءة. هتقول للفنانة ياسمين الخيام يا شباب إنها زارت مسجد الإمام الشافعي وكان معاها صحبة من السيدات تقريبا مصريات أو جنسيات ما توضحتش منها، وكانوا رايحين يصلوا ويقعدوا في المسجد شوية والكلام ده، لكن ساءها ما رأت يعني. فخلونا نسمع من الحاجة ياسمين الخيام إيه اللي حصل لما زارت مسجد كبير زي مسجد مولانا الإمام الشافعي، ولماذا كانت مستاءة هذا الاستياء، وهي طالبة إيه وتطلبه من مين. مساء الفل حاجة ياسمين. مساء الهنا والرضا. اولا تحيه لمصر افندي، ابو قلب طيب وكله خير، وتهنئه ايضا لاهلنا بالاعياد والعام الجديد. وانا الاستحياء حقيقي يعني بعد ما بسمع كلام حضرتك عن المشاكل اللي بتستعرضها وشجاعتك المعهوده دي وطيبه قلبك، لكن يعني ايه، انا كنت منفعله فعلا لما كلمت حضرتك، لان كنت توجهت مع بعض اقاربي واصدقائي عشان نصلي في مسجد الامام الشافعي، وكانت الصدمات متتالية حقيقي. يعني أولا الطريق الموصل للمسجد ما فيش إطلاقا سيارة إطلاقا تقدر في وسط الزحام والسوق والباعة الجائلين، وطبعا يعني مش هقدر أضيف لك يعني السوق والرداء اللي شفتها حقيقي، وبشق الأنفس قدرنا أن احنا نركن السيارة. والمشكلة أن ولما وصلت طبعا كانت معايا مجموعة سيدات وبنات، ان احنا نلاقي كرسي حتى نلاقي مكان عشان نصلي فيه، فاضطريت انا في سني ده ان انا اصلي وانا واقفه. غير كده الحقيقه صعب عليا ان معايا احفادي بقى يقولوا لي الله ده مقام ومرقد الامام الشافعي المجدد الحقيقي، ده اللي سبحان الله اللي بتقول لنا عليه ان هو الراجل القرشي اللي حفظ القران وعمره 7 سنوات وافتى وهو سنه 15 سنه وكان من تلامذته الامام احمد بن حنبل، واللي قال فيه ان هو كالشمس للدنيا والعافيه للابدان، وإن لما دخل مصر سنة 199 جدد المذهب خالص، وده يعتبر إمام المجددين فعلا، ونشر مذهبه بقى في اليمن وفلسطين والشام. وأنا شفت كمان بتوع شرق آسيا الحقيقة متواجدين هناك في مسجد الإمام الشافعي، مزار سياحي مهم جدا، لان طبعا سبحان الله الامام الشافعي طبعا كلنا عارفين تاريخه، ده احد المذاهب الاربعه اللي يمكن مشايخنا الكبار زي اساتذتنا الدكتور علي جمعه وكثيرين حتى من السابقين، يعني سبحان الله زي سعد زغلول واحمد عرابي ومحمد عبده، الناس دي كلها يعني مذهب له اعتباره وله مكانته. وانا الحقيقه اصلا انفعلت لسبب ان انا ليا سبقه يعني منادى للآثار الإسلامية اللي يهتموا بيها، يعني زي لما زرت البهنسة في سبحان الله في المنيا، دي مرقد لشهدائنا وللصحابة لما جم سبحان الله مع عمرو بن العاص، هناك مهمل جدا. كمان بعض الأماكن اللي موجودة عندنا حتى يمكن في المقطم وفي وسبحان الله زي أساتذتنا الكبار اللي احنا بنعتز بيهم مراقد العلماء زي عز بن عبد السلام والسيوطي وابن حجر العسقلاني، يعني الناس دي كلها الحقيقة يعني مناشدة، بس جنب طبعا هموم الأمة دلوقتي هموم مصر ومشاكلها ان نهتم بيه، لأن فعلا ده مزار سياحي حتى لينا احنا، يعني ده بركة الناس دي العلماء دي وبركة الناس الطيبين، مصر محفوظة بيهم، يعني إذا كانت مصر لها مكانة بحضارتها ولكن برضو بعلمائها وبمشايخها وبالناس الطيبين اللي احنا يمكن بأناشد بعض الناس واللي هم يهتموا بهذه الأماكن، يعني المجالس المحلية يعني أرجو هذا. يعني أنا بشكرك الحاجة ياسمين الخيام، وأرجو أن تكون مناشدتها وطلبها تذهب إلى سواء بقى وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الآثار لاهتمام أو النزول فورا، أو حتى السيد محافظ القاهرة لمسجد الإمام الشافعي وننظف ما حواليه، ولأنه مزار حقيقي غير أنه هو جامع. هنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نكمل بقية فقرات حلقتنا، وعايز